ألو ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم على جروب إدارة المشروعات، إن شاء الله مع المحاضرة الثانية من برامج البرمجة. أتمنى يكون الصوت واضح ومتابعين إن شاء الله. طيب مهندس اسلام، سامعني؟ تمام. طبعا المحاضرة الأولى اتكلمنا فيها عن تاريخ إنشاء البرنامج، وعطونا فكرة، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ مع المحاضرة رقم 2 من محاضرات البرمافيرا. ومعلش لو الصوت طبعا يعني هيتظبط دلوقتي، لأن احنا بنتكلم على الفيسبوك لايف ومع الكونكشن بتاع البرنامج. طيب زي ما انتم شايفين كده قدامنا على الشاشة، دي صفحة من صفحات البنبوك جايد، ذا بروجكت مانجمنت بروسيس جروب اند نوليدج اريا. طبعا الصفحه دي مهمه جدا، اللي هي بتلخص كل النوليدج اريا اللي هم 10 نوليدج اريا، من اول البروجكت انتجريشنز، بروجكت مانجمنت سكوب، سكيدول، كوست، كواليتي، ريسورس، كوميونيكيشنز، ريسك and procurement and stakeholders. وطبعا بيبدأ بالمراحل من initiating البداية، planning, executing, monitoring and controlling and closing. فالصفحة دي بتلخص كل العمليات الموجودة في البومبوك. طبعا احنا هنبص على جست نظرة على السكوب، اوكي، اللي هو شابتر نمبر، اللي هو رقم 5، اللي هي بروجكت مانجمنت سكوب. ليه؟ لان هنا بيتكلم على ان انت اول حاجه قبل ما تعمل برنامج زمني بتعمل بلان سكوب مانجمنت، يعني بتعمل ايدنتيفاينج ليو سكوب، سواء كان عندك المستندات التعاقد، عندك البيل اوف كوانتيز، فانت لازم تكون معرف السكوب بتاعك. السكوب بتاعك بيتكون من كم مبنى، مساحته قد ايه، موجوده فين. وطبعا عندك بدايات بتعمل بروجكت شارترز، اذا انت ماشي على منهجيه البي ام اي. بعد ما بتعرف السكوب بتاعك، وطبعا بتعمل من ضمن تعريف السكوب بتعمل كولكت الريكويرمنت من مهندس المشروع، بروجكت مانجر الى ذلك. احنا هنركز على حاجتين، اللي هي ديفاين سكوب اللي هي 5.3، وعلى كرييت دبليو بي اس، وعلى كرييت دبليو بي اس. تمام، لان طبعا انت لما تيجي تعمل برنامج زمني فحضرتك لازم تبقى عارف ان انت عندك سكوب، وبعد كده بعد ما بتعرف السكوب بتتفق مع مدير المشروع، مع الاخوه الموجودين، بتبدا حضرتك بعد كده تعمل السكيدول. خلينا نشوف الصفحه هنا رقم كام، زي ما قال المهندس العزيز اسلام، هنا مكتوب الصفحه بيج نمبر 90. طيب حضرتك عملت التعريف للسكوب وعملت ال WBS، طبعا احنا هنعمل الكلام ده النهارده اللي هو ال WBS. بتعمل كل عندك حاجه اسمها بلان سكيدول مانجمنت، يعني كل المشاريع المحترمه بتعمل سكيدول مانجمنت بلان. سكيدول مانجمنت بلان بتقول فيها يعني هاو يو ويل ابديت، ازاي هتعمل ابديت للسكيدول، كم مره هتعمل ابديت، مين هيعمل ابديت، اي بروسيس هتتبعها، ازاي بتعمل ميجرمنت البروجريس، وصف المشروع. فكل المشاريع اللي احنا اشتغلنا فيها يعني بنعمل فيها بلان سكيدول مانجمنت او
سكيدول مانجمنت بلان. طيب بعد كده بتعمل حاجه اسمها ديفاين اكتيفيتي، بتعرف الاكتيفيتي، تعرف الاكتيفيتي الموجوده في المشروع. قلنا ان الاكتيفيتي او التاسك هو اقل مستوى من مستويات الشبكه، يعني هو تحت ال WBS. بعد ما حضرتك عرفت المشروع وعملت ال WBS، بعد ما عملت ال WBS بتعمل الاكتيفيتي. تمام؟ طيب عملت الاكتيفيتي، بعد كده بتعمل سيكونس اكتيفيتي، بتحط الاكتيفيتي، هتعمل النشاط الاولاني هتعمل سيرفي، النشاط الثاني هتعمل حفر، بعدين هتحط الفورم وورك اللي هي الشدات الخشبيه، بعدين هتحط بعد كده اعمال الحداده، بعد كده هتعمل اعمال الصب ثم المعالجه ثم ما الى ذلك. ده اسمه سيكونس اوف اكتيفيتي لوجيك. طبعا مفيش حد بيدخل اي تواريخ لبرنامج البرمافيرا مانيوال، ده مهم جدا. انا شفتها في بعض الفيديوهات، مفيش حاجه ان حضرتك تروح تقول والله ان انا هعمل يوم الصب يوم كذا، يوم مش عارف المعالجه يوم كذا، هصب الفاونديشن يوم كذا. يعني لو عندك برنامج زمني 20,000 اكتيفيتي او 50,000 اكتيفيتي وانت تعرف كل تواريخ بدايات ونهايات الانشطه، حضرتك مش محتاج برنامج. يبقى انت كده عبقري سوبرمان، ما انتش محتاج اي برنامج يساعدك، لان انت عقليتك تخطط يعني حدود الواقع. البرنامج بيساعدك ان انت تعمل اللوجيك، تقول والله ان انا هبدا كذا ثم كذا ثم كذا، ثم بقول لي بعد كده البرنامج احسب لي تواريخ الانشطه المبكره والمتاخره والفلوت، وبين الكريتيكال باس. هي دي فايده البرنامج زي برامج البرمافيرا. تمام؟ فاذا حضرتك شفت على اي مكان او كلام من ده وبتاع حد بيحط تواريخ انشطه مانيوال او كلام من ده وبتاع، فحضرتك يعني قول له لا، الصح ان انت تعمل اللوجيك وتخلي البرنامج يحسب لك التواريخ، يحسب لك كل حاجه. طيب بعد ما عملت سيكونس اكتيفيتيز اللي هي بيسموها 6.3، بتعمل استيميت اكتيفيتي ديوريشنز. طب طبعا انت عشان تحدد الديوريشن في حاجات كتير جدا، في معدلات موجوده في الماركت وفي كتب كتير ان انت بتحدد بازوي، يعني لو انت هتعمل فاونديشن مساحته قد كده كام المده الزمنيه انك تخلص، وطبعا هتبقى حاجات افريج بيزد على الموارد الموجوده معاك. يعني اذا عندك فاونديشنز مثلا مساحته 1000 متر مكعب، وعند حضرتك حفار واحد والحفار بيعمل في اليوم 100 متر مكعب، يبقى انت محتاج 10 حفارات عشان تعمله في يوم واحد، او محتاج 10 ايام بحفار واحد عشان تخلص الاكتيفيتي ده. فطبعا بتبقى هي مالتيبل ايتريشنز، ان انا بحط استيميتد ديوريشنز، وبعدين بعد كده براجع الريسورسز وبضطر نرجع تاني اعمل اظبط الديوريشن مره واثنين وثلاثه لحد ما اظبط السكيدول. تمام؟ طيب في هنا بعد ما تعمل استيميتد ديوريشنز بتعمل ديفولب للسكيدول. طالما عندك اكتيفيتي عملت السيكونس، عملت التتابع الانشطه، بعد ما عملت كده وحطيت الديوريشنز، بعد كده بتقول لي البرنامج الزمني اللي هو زي البرمافيرا اف 9 او سكيدول، احسب لي لو تكرمت البرنامج الزمني، وبين لي كريتيكال باث، وبين لي الانشطه الحرجه وغير الحاجه. طبعا الكلام ده كله اللي هو بلان من اول 6.1 لحد 6.5 موجود تحت العمليه اللي هي بلاننج بروسيس جروبس. تمام؟ خلصت الكلام ده وخدت ابروفلز على السكيدولز، وبقى عندك بيز لاين، بتنجح بعد كده العمليات طبعا الاكسكيوتنج اللي هي عمليات التنفيذ. تمام؟ وطبعا وانت بتنفذ فبتعمل حاجه اسمها كنترول سكيدولز اللي هي مونترنج اند كنترولنج، يعني بتعمل ريجولار ابديت سواء كان يومي اسبوعي شهري بيزد على اهميه المشروع. يعني في مشاريع زي مشاريع الاويل اند جاز او مشاريع التيرنال لاون بيعملوا الابديت مثلا كل ساعه، لان اي تاخير ولو ساعه بيأثر على مده المشروع وتكلفته كبيره جدا، وعاوز يتاكد ان كل القطع الغيار والفالفز والحاجات اللي بيعملها في التيرنال لاون اللي بيبقى مدتها تقريبا شهر بيجي له اون تايم، لان اي تاخير بيكلفه ملايين الدولارات
فالابديت مهم جدا، بيبقى محدد في مدة التعاقد انت هتعمل ابديت كم مرة في الشهر، وايه المستندات وايه الفورمات اللي انت حضرتك هتستخدمها. فده بس تعريف بسيط يعني بداية من البوم بوك اللي هو 6 اديشنز. بس قبل ما نبدأ على البرنامج، الكتاب بالشكل ده طبعا هم عاملينه حماية، حاولت ان انا يعني اعمل اي بوك ماركينج او ان انا اشتغل عليه او اعمل اي حاجات، مش عارف هم عاملينه حماية، فانا بس رحت على الصفحة اللي هي فيها تلخيص العمليات. طيب هنروح دلوقتي ان شاء الله لايف على برنامج البريمافيرا. تمام. طيب في ده النسخه اللي هي بي 6 فيرجن 18، واحنا طبعا حطينا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي حضرتك بتسطب النسخه ديت، وهي نسخه مجانا للطلبه وللتعليم وليست كوميرشالز. تمام. فالفيديوهات موجوده، اذا اي حد محتاج لسه الفيديو بتاع التسطيب يكلمنا او يحط كومنت نحطه له تاني. تمام. فهنبدا ان شاء الله نعمل برنامج زمني. تمام. خلينا نبدا. انت دلوقتي طبعا موجود هنا، كلمنا امبارح سوري المره اللي فاتت عن التول بارز. انت حاليا موجود في البرنامج اهوت، وبنعمل سمرايز. انت في الاي بي اس بتاع البرنامج هنا، موجوده من انتربرايز، موجوده على هنا حاجه اسمها الاي بي اس اللي هي انتربرايز بروجكت ستراكشرز، اللي هي اعلى هيكل في البريمافيرا. تحت منه بتلاقي المشاريع، واخد بالك بالشكل الموجود دوت، واحنا شرحنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، ممكن حضرتك ترجع لها. طيب احنا موجودين دلوقتي على الشمال، بنسميها الاكتيفيتي تيبلز على الشمال هنا، اللي فيها البروجكت اي دي. الاي دي هو ازاي بتعمل نمبرنج بتاعت للاكتيفيتي. تمام. زي الاي دي بيسموه الاي دي بتاعتك، الرقم القومي بتاعك، او يور اي دي باسورد، فله رقم. فكل اكتيفيتي له اي دي وحيد يونيك، يعني ما ينفعش يبقى نفس اكتر من نشاط له نفس الاي دي، زي ما ينفعش يبقى اثنين بني ادمين تقريبا لهم نفس رقم الاي دي او نفس رقم الباسبور او ما الى ذلك. بعدين عندك هنا بروجكت نيم، اسم المشروع، توتال اكتيفيتي، عدد الاكتيفيتيز الموجوده في المشروع، ولو انت عايز تعمل استراتيجيك برايورتي، لو انت عايز تحدد أهمية لكل مشروع من المشروعات اللي معاك وتحدد لها نسبة معينة، بحيث لما تبدأ تشتغل تركز على الحاجات اللي هي التوب برايورتيز اللي هي مهمة جدا. طيب خلينا نبدأ هنا اهوت، وهنشرح طبعا التول بارز واحنا شغالين تاني، لأن احنا شرحناها جاست سلايدز يعني كباوربوينت المرة اللي فاتت. لو حضرتك واقف هنا وهتروح تنشئ مشروع جديد، فبتروح على اليمين في سهم اهوت على اليمين اسمه اد، هنضغط على اد، يقول لك سيلكت اي بي اس، يعني اختار المكان اللي حضرتك هتحط فيه الاي بي اس. تمام. فبيقول لك ان هو موجود هنا مثلا اول انيشيتيفز اللي هو اول حاجه، هقول له يس. لو انت عايز تغير مكانه غير مكانه. بروجكت اي دي ممكن اسميه بي ام بي، والبروجكت نيم ممكن اسميه بي ام بي واي اللي هو اسم الجروب المحترم اللي احنا بنقدم عليه المحاضرات. تمام. طيب بروجكت بلان ستارت، طبعا دايما لما تيجي تعمل مشروع جديد بيحدد لك البدايه والنهايه، فهو مختار لك هنا الداتا ديت او البدايه اللي هي جون 15 اللي هو اليوم، تاريخ اليوم. طيب في حاجة اسمها ماست فينيش باي اللي موجودة على اليمين. تمام. السؤال ده كان موجود على جروبس تقريبا او على جروبات اخرى، بيقول هل احط الماست فينيش باي؟
السؤال احط التاريخ هنا ولا لا؟ الاجابه طبعا لا، لان حضرتك لو حطيت هنا الماست فينيش باي فبيأثر على الكريتيكال باس وبيأثر لك على مسار الشبكه، فاحنا دايما بنسيب الماست فينيش باي ده بلانك، يعني بلانك يعني ما بنحطش فيه تواريخ، ونخلي البرنامج الزمني يحسب هو تاريخ البرنامج. هنعمل نيكست. بيقول لك اختار ريسبونسبل مانجرز. طبعا انت لو شغال في شركه كبيره وعندك مجموعه من المشاريع ومجموعه من القطاعات، وعندك مجموعة من القطاعات أو كده، فبتعمل ريسبونسابيلتي، بتحط مسؤولين عن كل مجموعة من المشاريع، سواء كان مسؤول قطاع مسؤول مثلا عن مشاريع الطرق، مسؤول قطاع مسؤول عن مشاريع الانفراستراكشرز، تحت مثلا كل مسؤول من القطاع مجموعة من المشاريع وفيها مديرين المشاريع، وتبدأ أنت تعمل أساين ريسبونسابيلتيز، يعني بتحدد مسؤولية كل مدير مشروع، عشان إن شاء الله لما تيجي تشتغل مهندس ياسر زيك أتمنى تكون سمعنا. ما تيجي تعمل ابديتس وعايز تعرف البروجرس بتاع كل المشاريع الموجوده، ممكن انا اعمل فلتر على البرنامج البريمافيرا وتحدد لي مسؤوليه كل مدير مشروع وانا احاسبه واقول له تعالى انت متاخر انت متقدم ما الى ذلك. فدي مهمه جدا، وبنستخدم فيها حاجه اسمها الاو بي اس اللي هي اورجنايزيشنز بريك داون ستراكشرز، زي ما قلناها اللي هي الهيكل التنظيمي للشركه. ممكن حضرتك تحط الهيكل التنظيمي للشركة على برنامج البريمافيرا. أشكرك مهندس إسلام، حط اللينك اهوت لطريقة تثبيت البرنامج، وأيضا هتلاقي نسخة من جوجل درايف موجودة عليها نسخة من برنامج X64، يعني خاصة بالويندوز 64. ممكن حضرتك تسطبها، لو عندك أي ملاحظة ابعت لنا على جروبس أو ابعت لنا على قناتنا أو ابعت لنا على صفحتنا على فيسبوك. طيب اخترنا ريسبونسبل مانجرز اللي هو انتربرايز، بعمل بعد كده نيكست. طيب بيقول لك هنا الريت تايب اللي هو ستاندرد ريت، يس اي ويل كيب ات از ات از، هنخليه طبعا زي ما هو ديفولت وهنقول نيكست. وبيقول لك كونجراتيوليشنز اهوت، كونجراتيوليشن انت حضرتك عملت برنامج زمني اسمه بي ام بي واي. طيب ممكن افتح البرنامج ازاي؟ اكثر من طريقه، ان انا ممكن اروح اعمل رايت كليك وبعمل اوبن بروجكت، او بروح على قائمة فايل وبعمل بروجكت. فتحنا المشروع هو زي ما انتم شايفين، هتلاقي طبعا البي ام بي واي اللي هو اسم المشروع موجود، وتحت منه اللي هي الاكتيفيتي ديتيلز فاضيه مفيش اي حاجه، تمام. وعلى اليمين الجانت شارت اللي هي البار شارت اريا مفيش فيها اي شيء، وتحت طبعا ده الاكتيفيتي ديتيلز، ومهمه جدا نشرحها واحنا بنكمل البرنامج عشان ما يبقاش الموضوع بس شرح اكاديمي، يبقى الموضوع عملي وتطبيقي وبسيط. فحضرتك طبعا كده عملت كريت المشروع، انشات المشروع. خطوه بعد كده زي ما يقول الديمو جايد ان انت تعمل الدبليو بي اس اللي هي الورك بريك داون ستراكشرز، تقسيم المشروع الى ورك باكجز يسهل التعامل معها، تمام. زي ما تكون والله انا عايز اعمل دبليو اس الانجينيرنج الموضوع ديزاين، دبليو اس الموضوع البروكيرمنت، دبليو اس الفاونديشنز وهكذا، تمام. انا عملت طبعا دبليو اس عن المشروع موجود، عملتها اكسل. فطبعا انت المفروض حضرتك بتكون مجهز الدبليو اس بتاعتك على الاكسل، تمام، وتعمل لها كوبي اند بيست افضل، يعني بدل ما تقعد انت تكتب في البرنامج البريمافيرا، فيفضل ان حضرتك تكون مجهز الدبليو بي اس ومتفق مع مدير المشروع ومراجع البيل اوف كوانتيز ومراجع الديزاين درونج ومحددين ومتفقين على الدبليو بي اس، وتقريبا بتاخد منها، يعني احنا دايما في مشاريعنا بناخد موافقه من الكلاينت او من الكونسلتنت على الدبليو بي اس، هاو ماني ليفلز، يعني هاو ماني ديتيلز، تمام، بيبقى موجوده في البريمافيرا. زي ما تشوف كده على الشمال، بعد ما انت قلنا على اليمين العلامه الزائد بتضيف منها البرنامج. طيب العلامه الزرقاء اللي هي علامتين فوق بعض
اللي على يسارك ديت اللي تحت الشخص اللطيف ده اسمها دبليو اس. لو انت عملت عليها هايلايت كده هتلاقي مكتوب دبليو بي اس، هضغط عليها هيفتح لي الدبليو بي اس. وزي ما قلنا اول ليفل في الدبليو بي اس هيكون هو اسم المشروع، اسم المشروع زي ما عملنا كرييت للمشروع من علامه الزائد، هنعمل برضو هنا من علامه الزائد نقول اد ونحط اول ليفلز عندنا من ال دبليو بي اس هنسميه ديزاين اند انجينيرنج. تمام. وطبعا هو هيديك نمبرنج نفس النمبرنج يعني اسم المشروع اهو، وهيديك نمبرنج زي بي ام بي داش وان. لو عايز تغير الكلام ده تغيره. تمام. لو عايز تغير الكلام ده هغيره. خلينا طبعا اروح كمان فاونديشنز، بضغط على فاونديشنز. طيب لما حضرتك تضغط مره ثانيه على مثلا اللي هو الاد هنا بيطلع لك تحت الدبليو بي اس انت عملته قبل كده. لو انت عايزه تحت منه اوكي، لو انت عايزه ديفرنت ليفل او ذا سيم ليفل او نفس المستوى بتخش على السهم اللي ده هتلاقي على اليمين هنا. تمام. في اسهم بتحرك لك شمال ويمين، موف ليفت يعني حرك شمال، وبيديك نفس النمبرنج وبقول كنترول في وبحط اسم الفاونديشن. يبقى انا بعمل كنترول سي من الاكسل شيت وباجي على البريمافيرا بعمل كنترول في بدل ما اقعد اكتب تاني في برنامج البريمافيرا ويكون انا مجهز الداتا شيت عندي جاهزه. فكده زي ما انت شايف عملنا ليفل اللي هو الاولاني اللي هو البروجكت مانجمنت واي. الليفل الثاني ما زلنا فيه اللي هو ديزاين اند انجينيرنج فاونديشنز. طيب خلينا نكمل الدبليو بي اس وناخد بعد كده اللي هو الاستراكشرز. اهوت ونحركه موف تو ليفت. وبعد كده نعمل اللي بعد من الاستراكشرز هنعمل هنا الميكانيكال. طبعا احنا بنشرح حاجه بسيطه لكن هو ذا سيم كونسبت، هو نفس الكونسبت على مشروع من 1000 اكتيفيتي زي مشروع من 10000 اكتيفيتي كله واحد. تمام. هنحط بعد كده الاكستيريور فينيشز اد، ضيف الدبليو بي اس نيم، حركه تو ذا رايت ليفل. تمام. للمستوى المظبوط. بعد كده هناخد بعد كده الانتيريور فينيشز. تمام. و نحط الايه الاسم بتاعه ونحركه شمال بحيث يبقى في مستوى كامل. فاحنا كده في الليفل الاولاني زي ما انت شفت ضفنا الدبليو بي اس اللي هي الليفل الاول اللي هي ديزاين اند انجينيرنج فاونديشنز ستراكشرز ميكانيكال الكتريكال سيستم اكستيريور فينيشز وانتيريور فينيشز. ده الليفل الاعلى الموجود. طب انا لو حبيت اشوف الكلام ده موجود في البرنامج اعمل ايه؟ طبعا مكتوب هنا توتال نمبر اوف اكتيفيتي زيرو، مفيش اي اكتيفيتي لان احنا وي ديد نوت اد اني ثينج، ما ضفناش اي حاجه. لكن انا لو رحت دلوقتي على انا في الدبليو بي اس تاب، لو انت شايف هنا موجود قدامك اكتيفيتي تاب دبليو بي اس تاب بروجكت. تمام. البروجكت هتبين لك البروجكت الدبليو بي اس اللي احنا حاليا فيها بنضيف فيها الدبليو بي اس. لو في لو انا بكلم بسرعه اكتب لنا كومنت اخواننا، او لو الصوت مش واضح يعني عرفونا نهدي شويه. طبعا في ناس كتير محترفه موجوده على الـ على الـ على الجروبس، فاحنا بنتكلم في البدايات لكن ان شاء الله المحاضرات المتقدمه هتيجي من بعد، بس احنا بنبدا يعني خطوه بخطوه. طيب هنا الاكتيفيتيز اهي، لو انت في الاكتيفيتيز بتيجي تشوف علامه البلس هي اسم المشروع، بضغط على علامه البلس بيبين لي الدبليو بي اس. طيب كان في سؤال من ضمن الاسئله اللي شفناها على الجروبس. تمام. ان هو بيقول ازاي ان هو يخفي او يعمل هايد للدبليو بي اس اللي هي امتي اللي ما فيش فيها حاجه. فطبعا حضرتك لو شفت هنا على فوق جنب علامه الفلتر اللي هي الكون دي موجوده فوق، في علامه اسمها جروب اند سورت. العلامه دي مهمه جدا جدا وبنستخدمها كتير في موضوع البريمافيرا. ان انت لو ضغطت عليها كده بيبين لك هنا ايه؟ بيبين لك هنا ان انت شو جروب توتلز وجروب باي، يعني اعمل الجروبنج للبرنامج بتاعك باي بالدبليو بي اس ليفل واحد ولا ليفل اثنين وثلاثه. وفي حاجه اسمها هنا هايد اف امتي، وانا ضغطت على هايد اف امتي الاخ اللي كان بيسال وعملت ابلاي هيختفي كل حاجه. تمام. مش هيظهر لك اي دبليو بي اس. لو رجعت تاني وعملت ان هايد اف امتي يعني
بيظهر لي الكلام ده، لان انا ما عنديش اي انشطه موجوده في البرنامج لسه، فبقول اوكي بيظهر لي الدبليو بي اس. تمام، يبقى من حاجات اتعرفناها المره دي اللي هي تو كرييت الدبليو بي اس، انت تموف من البروجكت تاب الى الدبليو بي اس تاب الى الاكتيفيتي تاب، وان حضرتك تطلع على الجروب اند سورت وتحدد السورتنج، ودي مهمه جدا هنعملها في المراحل ان شاء الله اللي جايه. ان انت ممكن تعمل جروبنج اند سورتنج بالكالندر، انا عايز اشوف الاكتيفيتي اللي عليها كالندر معينه لشهر 5 ايام، عاوز اشوف الكالندر للمشاريع اللي هي بتشتغل 7 ايام، عاوز اعمل بالريسورسز اي حاجه في دماغك البريمافيرا بتعملها. البريمافيرا تعمل لك كل شيء، صح؟ البريمافيرا برنامج سهل جدا جدا، وفي رايي يعني ان هو اسهل من اكسل لو انت عرفته كويس، وفي توافق كبير جدا جدا ما بين البريمافيرا والاكسل. بتعرف اكسل كويس هتعرف بريمافيرا كويس جدا، وفي حاجات كتيره جدا هنعملها، ان انت ازاي تعمل امبورت او اكسبورت، ان انت تصدر المعلومات الاكسل وترجعها تاني، فهم يعتبروا توين، هم يعني توأم، البريمافيرا والاكسل هما التوأمين، التوأمين. تمام كده يعتبر خلصنا الليفل اللي هو رقم واحد من ال دبليو بي اس. طبعا خلينا، انا عايز اضيف مور ليفلز، اضيف يعني مستويات تاني على ال دبليو بي اس. خلينا نضيف حاجه بسيطه جدا، مثلا على مثلا الميكانيكال، عايز اضيف الميكانيكالز احط تحت منها مثلا الاليفيتورز اتش فاك وبلمبنج، فهروح مثلا هنا تحت الايه الميكانيكال ديت هنا، وهقول اد، وانا عايز تحت منها يبقى مثلا ليفل زي ده، هحط مثلا اليفيتورز، خلينا مثلا فور اكزامبل اليفيتورز، وانا اوكي عايزها في نفس الليفل ده، اعمل اد تاني، هحركها هنا السهم اللي على اليمين في نفس الكلام، اطلع كوبي الاتش فاك، تمام، وحط ال دبليو بي اس بتاع الاتش فاك. تاني حاجة اخش هنا هات البلمبنج اند الكتريكال اللي هي اعمال السباكة والكهرباء، واحركها تو ذا رايت ليفلز اللي هي المستوى المظبوط، واعمل بيست. سهلة جدا ان انت تعمل كوبي من الاكسل، وان انت تحط على البريمافيرا، وان انت تعمل مور ليفلز. روح كده تاني على الاكتيفيتي تاب، وافتح الاستراكشرز، او افتح الميكانيكال، هتلاقي في علامة زائد موجودة على الشمال، معناها ان انت ضفت ليفلز اخرى، ان انت في عندك مجموعه من الليفلز. طبعا الاعمده الموجوده دي زي الاكسل، ممكن تحركها بالسهم كده شمال او يمين، توسع، تعمل، ممكن تحركهم، تغير الاماكن بتاعتهم، يو كان دو ذات، يعني فيري ايزي ان انت عاوز تحرك اي اعمده، ممكن الستارت هو اتعلم عليها واسحبها كده، وممكن ارجعها تاني كده، تمام، ممكن اضغط على السهم، فان انت تحرك الاعمده شمال او يمين او تعمل عليها سورتنج از فيري ايزي، زيك كانك بتشتغل على الاكسل، تلاقي شيء. البرنامج البريمافيرا برنامج سهل وظريف، واذا اتعلمته صح وعندك خبره ان شاء الله ربنا بيكرمك بوظيفه ممتازه في الشركات المطلوبه. ويفضل انك تعرف لغه انجليزيه، قلنا قبل كده تعرف لغه، عندك شهاده محترفين يعني بي ام بي او بي اس بي او ما الى ذلك، يفضل يكون شهاده واحده او اثنين، وعندك ديجري مع الخبره العمليه. اشكرك عبد الرحمن، ان شاء الله ربنا بيكرمك وتحصل على وظيفة كويسة، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، إن شاء الله شغل موجود، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فربنا هيكرمك، بس اجتهد وتعلم صح واشتغل واتدرب، وربنا هيكرمك بإذن الله. لو في أي سؤال في موضوع الـ WBS أو هو إزاي تعمل كرييت للـ WBS، يا ريت تكتب لي في الكومنت. نعيد تاني، أشرح تاني، ده سيمبل يعني حاجة بسيطة جدا على مشروع أوفيس بيلدينج، وهو نفس الكونسبت. لو هتعمل مشروع كبير الاف الاكتيفيتيز، هو نفس الكونسبت، بتعمل مشروع، بتعمل دبليو بي اس بيزد اون هاو ميني ليفلز، على قد ايه من المستويات اللي انت هتعملها في البرنامج، وبعد كده بتحط الانشطه. فالموضوع سهل جدا جدا، وسهل ان اي حد ان شاء الله يبقى اكسبرت خبير في برامج او البريمافيرا، او ايضا في موضوع السكاليرنج او البلاننج. طيب خلينا نضيف بعض الانشطه هنا، عشان المحاضره دي هتبقى يعني محاضره لطيفه جدا، واحنا يعني عندنا تقريبا ساعه، ونفتح مجال الاسئله. المحاضره دي ان شاء الله هيبقى على الدبليو بي اس، وازاي انت تضيف الاكتيفيتيز، ونفتح مجال للاسئله. طيب خلينا، طيب تحت الدبليو بي اس بتاع الانجينيرنج، انا دلوقتي في الاكتيفيتي تاب اللي هي ديت،
وهروح مثلا على اول واحده وابدا احط الاكتيفيتيز بتاعتي. هروح برضو هنا اد تحت وانا واقف على الديزاين اند انجينيرنج، هضيف اد. نفس الكلام اللي عملته مع المشروع، بيقول لك الاي دي بتاعك ايه 1000 ده نفس الديفولت الموجود، وبحط الاكتيفيتي نيم وبقول له نكست، وتحت طبعا اللي هو ديزاين اند انجينيرنج دبليو بي اس يس اوكي. وهل هو تاسك ديبندنت؟ هنشرح الكلام ده ان شاء الله تاسك ديبندنت يعني. وبعد كده بقول نكست. فيكس ديوريشن اند يونتس ده برضه ديفولت، ولو عايز تحدد الاول كل ده عم خليه يعني جاست نكست كده، خليه ماشي على الديفولت ما تغيروش. لما حضرتك ان شاء الله تخش في المستوى المتقدم هنشرح التفاصيل باذن الله. فهو كده اضاف لك النشاط الاولاني اللي هو ديزاين بيلدينج اديشنز، وطبعا هو اختار الستارت ديت، وبصيت على الستارت ديت هو 15 جون لان احنا عاملين المشروع النهارده، فاختار اللي هو ال 15 جون والفينش 21 والديفولت 5 دايز. تمام، خلينا لو انت عملت دبل كليك على الجانت شارت هنا اللي على اليمين دي بيبين لك النشاط زي ما انت شايف هنا باللون الاخضر. خلينا نوسعها شويه، وممكن تضغط على اي اسم من الشهور دي وتحرك زوم ان زوم رايت. تمام، ولو دوست على التاريخ اللي فوق هيبان لك علامه الايد دي، ممكن تحرك شمال او يمين، يبقى الموضوع يعني بريز. لو دوست على الاسم اللي فوق يبان لك علامه الايد، تحرك شمال او يمين. لو انت زدت تحت على علامه اللي هي الشهور هيبان لك هنا العدسه الموجوده المكبره دي اللي هي زوم ان وزوم اوت، تكبر شمال او يمين. فاحنا حابين نشرح الفانكشن دي واحنا شغالين بحيث ان انت ما تنساهاش وتبقى سهله بالنسبه لك. طيب ضفت اول نشاط الموجود عندي زي ما احنا قلنا في البي ام بي ان انت ديفاين اكتيفيتيز. بعد ما عملت الدبليو بي اس وعملت السيل مانجمنت بلان بتعمل ديفاين الاكتيفيتيز، بتعرف الاكتيفيتيز الموجوده في البرنامج، وده الخطوه اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هي ديفاين اكتيفيتيز، هي تقريبا العمليه رقم 543 على البي ام بي. لو رجعنا تاني البي ام بي مش عارف فاكر الصفحه رقم كام، اللي هي تقريبا الصفحه رقم 90 سكيديول. هنروح على السكيديول هنا في الصفحه رقم 90 تقريبا هنا اهي. لا مش ديت اهيت. احنا دلوقتي في المرحله اللي هي سوري اللي هي 6.2 اللي هي ديفاين اكتيفيتيز، اللي هي 6.2 اللي هي ديفاين اكتيفيتيز، لان احنا اوريدي عرفنا ال دبليو بي اس وعرفنا السكوب، وعندنا طبعا بلان سكيدجول مانجمنت او سكيدجول مانجمنت بلان. فده اللي هي احنا دلوقتي في العمليه اللي هي 6.2. ما تحفظش اي حاجه ان شاء الله على الجروب هنا او مع محاضراتنا، ما بنحفظش اي حاجه، انت بتعرف الكونسبت عشان تطبقه على اي حاجه. ما فيش حاجه اسمها حفظ في الهندسه، حضرتك بتذاكر بتفهم، لانك انجينير يعني احسن عقليه في العالم هو الانجينير، فانت عندك عقل ما بتحفظش اي حاجه. حتى لو داخل بي ام بي اكزام او داخل اي حاجه انت بتعرف الكونسبت وتطبقه ما بتحفظش. فنحن حاليا في ال 6.2 اللي هي ديفاين اكتيفيتيز. نرجع تاني للبريمافيرا وخلينا نضيف النشاط التاني. ممكن قدام طريقتين، يا اما اضغط علامه زائد اللي موجوده هنا واعمل نفس الكلام، او اعمل كوبي او بيست، يعني اعمل كوبي من النشاط اللي انا ضفته كوبي اند بيست. تمام، وبيعطي لك طبعا الاختيارات ديت، بقول له يس هنشرحها بعدين، اقول له اوكي، وبرجع تاني على الاكسل وبختار النشاط الثاني. احنا ممكن ان شاء الله النهارده نخلص مثلا اللي هو الدبليو بي اس الاولاني والثاني، ونعمل العلاقات ونبدا نشتغل من المحاضره الجايه الحاجات المهمه. خلينا نعمل كوبي اند بيست بسرعه كده، ونحط مثلا الخمسه اكتيفيتيز الموجودين فوق هنا اللي هم ريفيو اند ابروف ديزاين. هنحط هنا ريفيو اند ابروف ديزاين، واعمل كوبي اند بيست. طبعا انت ممكن تعمل اكسل فايل وتحط عليه الكلام ده وتعمل امبورت، يعني عندك اكثر من طريقه لما تكون محترف ان انت تقدر تعمل امبورت للاكتيفيتيز من على الاكسل.
ودي هنشرحها ازاي وازاي تعملها. تمام. ريفيو تكنيكال داتا اند بامب. خلينا نعمل هنا نعمل كوبي اند بيست ونروح نختار النشاط دوت ونحط. طيب احنا كده بالنسبه مثلا للدبليو اس الاولاني اللي هو ديزاين اند انجينيرنج، ضفنا الاكتيفيتي الموجوده وباي ديفولت كده هو محدد لك هنا الديوريشن 5 دايز. طبعا انت عندك استيميت وعندك خبره وعندك مدير المشروع وقعدت مع ديزاينر وكونسلتنت وشفت عندك كم ديزاين باكجز وهو عنده كم ديزاينر وكم درافت مان وهيخلصوا ديزاين في مده قد ايه، فعندك مده زمنيه. فاشكرك مهندس عبد الله الصاوي، فبقول والله ان النشاط الاولاني ده هياخد 20 يوم اللي هو ديزاين بيلدينج اديشنز. الريفيو الابروف الاستشاري محتاج 10 ايام ان هو يعمل ريفيو اند ابروف. ستارت اوفيس بيلدينج خلينا نعملها مثلا 10 دايز او نعملها ماي ستونز. ريفيو تكنيكال داتا خليها 15 دايز طبعا. و اسمبل تكنيكال داتا خلينا نحطها مثلا 25 يوم. فزي ما انت عملت الاكتيفيتيز تمام اللي هي 6.2 في البي ام بي، بعد كده بتحط الاكتيفيتي ديوريشنز. ديوريشن لو رجعت البي ام بي تاني الصفحه هي هتلاقي بيقول لك بعد كده سيكونس اكتيفيتي، عامل سيكونس وبعد السيكونس عامل اللي هي استيميت اكتيفيتي ديوريشن تمام. احنا ممكن يعني هل فيها ملاحظات كتير ولا بعت لهم على كده، يعني انت ممكن تحط الديوريشن الاول وتعمل بعد كده سيكونس اكتيفيتي، او ممكن تعمل سيكونس اكتيفيتي وبعد كده تحط الديوريشنز، يعني از اب تو يو ان انت تعملها. هي من الخبره دايما انا بحط يعني الديوريشنز وبعد كده لان انا واقف على الاكتيفيتي وبحط بعد كده بعمل العلاقات او اللينكس ما بين الانشطه. فهي ديت يعني بيسموها ايتيريتيف بروسيسز، يعني انت ممكن تبدا دي او تبدا دي، ولكن نمشي على منهجيه البي ام بي ان انت بتعمل العلاقات السيكونس اكتيفيتي وبعدين بعد كده بتحط الاكتيفيتي ديوريشن تمام. طيب فاحنا بالنسبه طبعا لبقيه الدبليو اس هنا انت حضرتك هتكمل وتضيف بقيه الكلام ده، وممكن ابعت لك كوبي من البرنامج ده وابعت لك بي دي اف، ابعت لك الاكسل احطها مثلا مع المهندس اسلام، يعني اسلام اللي عايز يعمل براكتسنج يمكن يعمل الكلام ده. نبعت لكم الاكسل ونبعت لكم ال بي دي اف حتى للبرنامج، وانت ممكن تعمل الكلام ده عندك على عن النسخه اللي موجوده عندك لو انت مسطب البرنامج البريمافيرا، لو لسه محتاج معلومات في التسطيب كلمنا ان شاء الله نساعدك. او المهندس اسلام اوريدي حط اللينك بتاع التسطيب اجين ومعاه ايضا اللينك بتاع البرنامج. طيب بعد ما حضرتك عملت الاكتيفيتيز هنا تمام، بيبان لك كده على اليمين زي ما انت شايف كده اهوت الاكتيفيتي كلها تقريبا بتبدا في نفس التوقيت. الخط الازرق ده هو الداتا ديت او بدايه المشروع، طبعا لسه بتبدا برنامج جديد، فالخط الازرق الموجود ده هو بدايه المشروع او الداتا ديت، هو ده اللي هيتحرك كل شهر او كل اسبوع او كل يوم على بيزد على الابديت اللي حضرتك هتعمله. طيب خلينا نعمل العلاقات الموجوده في البرنامج النهارده عشان كده نبدا ان شاء الله نقول اسئله. في ثلاث طرق لعمل الانشطه، لعمل العلاقات للانشطه. لو اي حد مشكورا يقول لنا هي العلاقات، ازاي نعمل علاقات على البرنامج البريمافيرا نفسها زي برنامج المايكروسوفت او اي برنامج اخر، في اكتر من طريقه. خلينا نبدا نقول رقم واحد، انا ممكن اقول والله انا عاوز مثلا ستارت اوفيس بيلدينج ده اعمل عليه هايلايت تمام، واعمل بعد كده هايلايت على النشاط اللي بعده تمام، ويبقى رايت كليك وبقول ايه لينك اكتيفيتيز. يبقى ده طريقه، يبقى الطريقه الاولى ان انت تو هايلايت علم على الانشطه، تبدا باللي انت عايزه بريديسيسور اللي هو السابق واللي بعده السكسيسور. طبعا قلنا في برنامج البريمافيرا في حاجه اسمها بريديسيسور والسكسيسور، لو انت بصيت تحت على التابز هنا هتلاقي حاجه اسمها بريديسيسور هو النشاط السابق، وحاجه اسمها سكسيسور هو النشاط التالي تمام. تعلم عليهم ستارت وبعدين كنترول وتعمل هايلايت اللي بعده ورايت كليك وتقول لينك اكتيفيتي. هيبان لك كده هو لو بصيت على الجانت شارت هيبان لك العلاقه ماشيه ازاي. السهم اهو رايح من ستارت اوفيس بيلدينج ورايح على
الديزاين اكتيفيتي، والعلاقه ديت علاقه فينيش تو ستارت، اسمها اف اس، فينيش تو ستارت. يعني ايه فينيش تو ستارت؟ يعني لازم تخلص النشاط ده اللي هو ستارت اوفيس بيلدينج قبل ما تبدا النشاط اللي بعده. البريمافيرا فيها اربع علاقات، فينيش تو ستارت، ستارت تو ستارت، فينيش تو فينيش، وستارت تو فينيش اللي هي اصلا ما بنستخدمهاش، ما فيش حد بيعمل علاقات ستارت تو فينيش، ولكن هي موجوده، ولكن هي علاقه غير مرغوب فيها. العلاقات المرغوب فيها في برنامج البريمافيرا ثلاث علاقات، ستارت تو ستارت يعني عشان تبدا النشاط ده لازم يكون بدات النشاط اللي قبله، بدايه مربوط بدايه وبدايه، او فينيش تو فينيش ما تقدرش تخلص النشاط ده غير ما تعمل تخلص النشاط اللي قبل منه، او فينيش تو ستارت يو كان نوت ستارت، يعني ما تقدرش تبدا النشاط التالي الا ما تخلص النشاط اللي قبله. وده اسئله بتيجي في التي ان تي، وقلنا ما تحفظش اي حاجه، الموضوع سهل جدا ان انت تعرفه بدون حفظ. طيب انا عملت الكلام ده، هو علمت على الاكتيفيتي وبدات عملت العلاقات الاكتيفيتي الاولانيه، بعد كده عايز ادوس مثلا على ديزاين بيلدينج، واقول بعد كده اللي هي ريفيو ديزاين، خلينا من علامه كنترول ده مع ده، واقول له لينك اكتيفيتي، ولاحظ معايا على اليمين هيبان لك الاسهم ازاي. تمام، واقف انا على ريفيو اكتيفيتي، وعايز اعمل بعد كده ريفيو تبقى هي اللي قبل، وبعد كده الاسمبل اكتيفيتي عليهم هايلايت واعمل لينك، اروح على اخر اكتيفيتي وفي الدبليو بي اس ديت وعلى الريفيو واعمل لينك. يبقى احنا كده عملنا الكلام ده. المهندس عبد عمرو اشكرك حبيبي، تؤمرنا وان شاء الله احنا مكملين، وهيبقى يعني البرامج هتبدا من كل محاضره تبدا من الاسهل للاصعب، يعني الادفانسد مش الاصعب يعني صعبه، لا الادفانسد، فيعني حضرتك ان شاء الله هتتعلم باذن الواحد الاحد ان انت تكون اكسبرت. هنبعت لكم كمان التمبلت، هنساعدكم في ترتيب البرنامج، هنبعت لك مشاريع، انا بعت لك كيس ستادي، بحيث ان انت ممكن تتدرب خلال شهر 2 3 6 شهور ان شاء الله تكون جاهز للعمل في اي شركه من الشركات الموجوده. وربنا يكرمك ان شاء الله. وزي ما قلنا اعرف لغه، اعرف برنامج، ما تركزش قوي على سيرتيفيكيتس كتير، يعني خد واحده او اثنين وابدا اتجه للخبره العمليه واشتغل على نفسك تكون مهندس ناجح باذن الله ربنا يكرمك. فاحنا كده عملنا الاكتيفيتيز علاقات بالطريقه اللي هي تو هايلايتس، ان انت تعمل عليهم هايلايتس، ولكن في طريقه ثانيه انت ممكن مثلا تضغط على الستارت ده وتنزل تحت، هتشوف عندك هنا ايه البريدسور، مفيش حاجه، لان ده اول نشاط، والسكسسور اهوت، ممكن تعمل العلاقات من هنا، ان انت تختار الصايم واختار اي نشاط، خلينا نختار مثلا واحد ثاني كمان ونكتب والله ان احنا عايزين نعمل ريفيو واعمل اد. تمام، ويبان لي العلاقه ديت اللي هي موجوده فينش تو ستارت، اللي انا عايز اغيرها واخليها فينش تو فينش. تمام، بان لك السهم تاني موجود هو على اليمين. يبقى الطريقه الثانيه من عمل العلاقات ان حضرتك تقف على اي نشاط او تاسك، وتروح على الاكتيفيتي ديتيلز الموجوده تحت، وهتشوف البريديسيسور او السكسيسور، وتعمل اساين، وتختار النشاط التالي او السابق، وتختار نوعيه العلاقه. وزي ما قلنا ان انت لو ضغطت على السهم ده في اربع انواع من العلاقات، نشرحهم تاني. فينيش تو فينيش، يو كان نوت فينيش ذيس اكتيفيتي انتل يو فينيش اللي هو النشاط السابق. فينيش تو ستارت، ما تقدرش تبدا النشاط اللي بعد ده الا ما تخلص النشاط اللي قبله. ما اقدرش اعمل موضوع الحداده غير ما كنت خلصت الفورم وورك، كنت جهزت الفورم وورك الموجوده عندك اللي هي بالعربي اسمها ايه؟ اللي هي الشده الخشبيه. عشان تقدر تحط تدخل جواها وتحط الفورم وورك. تمام، الستارت تو ستارت ممكن ان انا ابدا اعمال السيرفي، وانا بعمل سيرفي ممكن ابدا حفر، يعني مثلا تعمل لاج مثلا، هبدا السيرفي مثلا النهارده وبعدها بيومين من البدايه اقدر ان انا اعمل موضوع الحفر، ممكن اعمل علاقه ستارت تو ستارت واقول والله ان الحفر هيبدا بعد السيرفي بيومين. تمام، في الستارت تو فينش ان هي العلاقه ديت هي علاقه غير مرغوب فيها، وطبعا انت اخواننا اللي بيدرسوا بي ام بي بيسالوا الكلام ده، فما تحفظش اي حاجه يا اخي العزيز، الموضوع سهل جدا وممكن تطبقه عملي زي ما احنا بنطبق كده من البيم بوك جايد، ترجع على برنامج البريمافيرا وتطبق، لا يمكن انك تنسى حاجه. حتى انت ممكن حضرتك تعمل ستادي بلان بتاعك بتاع البي ام بي على البريمافيرا، تقول والله ان انا عندي ثلاث شهور هدرس فيهم البي ام بي، هبدا اذاكر 12 شابتر اللي موجودين في 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 12 اسبوع، وابدا اعمل امتحان كل اسبوع مثلا او اخر اربع اسابيع، واعمل علاقات بتاعتهم، ممكن اعمل استادي بلان محترمه، برنامج هاو تو باس، ازاي تنجح
في البي ام بي او بي اس بي او اي شهاده انت عايزها. تمام؟ فكده احنا اتكلمنا على موضوع العلاقات انت ممكن تعملها. طيب هل في طريقه ثالثه؟ في طريقه ثالثه انك تعمل العلاقات، منها ان انت تروح على الاكتيفيتي ديت وتضغط عليها هنا اهو تبان لك علامه السهم، تمام زي ما انت شايف كده، وتعمل اختار العلاقات. طبعا احنا عملنا العلاقات مش عايز اعملها تاني، ولكن زي ما قلت لك ممكن ان انت تعلم على نهايه النشاط يبان لك السهم وتروح تحطه على النشاط التاني زي ما احنا عملنا كده. تمام؟ يبقى انت عندك ثلاث طرق ان انت تعمل بيها العلاقات على البرنامج الزمني. تعلم على تو اكتيفيتيز وتعمل لينك، او تنزل تحت على الاكتيفيتي ديتيلز وتختار السكسيسور والبريديسيسور اللي هو النشاط السابق او اللاحق، او تروح على الجانت تشارت هنا وتختار بدايه نشاط او نهايه نشاط لحد ما يظهر لك علامه السهم ده انت شايفه، وتبدا تربط الاكتيفيتي مانيوالز بالطريقه ديت. ما اعتقدش ان الشرح ده موجود في اي حته، يعني ان انت بيشرح لك ازاي تعمل الكلام ده في اي مكان، ولكن ده من الخبره ان شاء الله ان انت عندك ثلاث طرق تختار منهم الطريقه اللي تعجبك انك تربط بها العلاقات الموجوده على البرنامج الزمني. تمام؟ طيب انت كده خلصت، هل كده انت يعتبر عندك التواريخ المظبوطه للبرنامج الزمني؟ طبعا لا، ما عندكش حاجه، انت كل اللي عملته كده ان هي الداتا انتري. ولو جيت تاني على البين بوك جايد اللي هو شابتر 6 وشفت بعد ما انت عملت السيكونس الاكتيفيتي بعد كده موجود هنا الخطوه كام؟ خلينا نرجع لها تاني اللي هي 6.5 ديفلوب سكاليول. ديفلوب سكاليول، اتمنى يكون الشاشة واضحة، بننتقل من شاشة لأخرى. تمام؟ طيب بعد خلينا نبصنا طبعا على الديمو جايد، نرجع تاني على برنامج البريمافيرا. طبعا الت وتاب الموجود ده بيسمح لك انت تتحرك من سكرين لسكرين، يعني كنا بنسالهم ازاي بعمل الكلام ده بسرعه، لو انت واقف جنب السبيس بار وضغطت الت وتاب بيحركك من شاشه لشاشه بسهوله جدا، ما تقعدش تدور ازاي تعملها من شاشه الى اخرى. فبعد ما انت عملت طبعا قلنا عملنا البرنامج المشروع، عملنا الدبليو بي اس، حطينا الاكتيفيتيز، عرفنا الديوريشنز، تمام، عملنا العلاقات وبين الاسهم الموجوده. بعد كده في حاجه اسمها الديفلوب سكادول اللي هي ال 6.5 على صفحه على كتاب البيم بوك جايد اللي هو 6 اديشنز اللي هو النسخه السادسه. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بروح حاجه اسمها اف 9. اف 9 دي بعملها يعني ايه؟ يعني سكادول ذا بروبلم. اف 9 في البريمافيرا هي الديفلوب سكادول. اف 9 في البريمافيرا او المايكروسوفت هي الديفلوب سكادول. فتروح هنا على تولز تشوف الاسهم الموجوده وتلاقي اول حاجه علامه الساعه الموجوده دي جنبها ايه؟ اف 9. تمام يا اخويا، ده ان شاء الله هنشرح مسار الحركة. احنا طبعا بنشرح دلوقتي انت تعمل الاكتيفيتيز، تربط العلاقات، وتحدد العلاقات اللي هي فينش وستارت او ستارت فينش، وهي كل دي حسابات الشبكه. تمام؟ بس طبعا انت بتيجي في البومبوك في امتحانات البي ام بي بيخليك تعملها مانيوالي. تمام؟ فاحنا ممكن نشرحها ان شاء الله في ضمن المحاضرات تعملها مانيوال ازاي؟ احنا هنا بعد ما انت عديت العلاقات بين الانشطه وعملت مثلا هي فيش ستارت او ستارت ستارت، بخلي بعد كده برنامج البريمافيرا يحسب لي الكلام ده، لان طبعا لو انت عندك برنامج 50,000 اكتيفيتي مش هتروح تعمل الكلام ده مانيوال، ولكن احنا هنوري لحضرتك الكلام ده. وفي اكزامبل لطيف جدا على كريتيكال باس ان شاء الله هنشيله مع حضرتك باذن الله ومع الجروس. فلو حاسس هنا ان انت عندك في السكاديول هنا اللي هي تحت اللي هي تولز بار، شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت. التولز اول حاجه اسمها سكاديول، تمام، او اف 9. اضغط اف 9. تمام، انا عايز اعمل سكاديول او ديفولب سكاديول زي ما موجود في البيمبو جايد، واقول له سكاديول هنا وما بقاش ديت. الديت اللي موجود عندي هو اسمه كارنت داتا ديت، ده ما بغيروش، هو ده تاريخ بدايه البرنامج. لكن بعد كده بنتفق على السكاديول، بنعمل البيزلاين، بنغير الداتا ديت، وبتبقى هي الداتا ديت اللي هي الديت اللي انت ريكورد ذا بروجرس، الديت اللي انت بتسجل فيه تقدم الاعمال، بنغير كل يوم او كل اسبوع او كل شهر بيزد على الكونتراكت كونديشنز، على مستندات التعاقد، بتقول لحضرتك انت هتعمل الابديتس كل قد ايه. خلينا نضغط حاليا دلوقتي اللي هو السكاديول الموجود هنا اهوت على الشاشه ونشوف ولاحظ الفرق الموجود على السكرين. بص حضرتك اضغط هنا، شفت؟
بدأ البرنامج يحسب لي المسار الحرج زي ما اخونا رياض بيسأل، هو بان لك المسار الحرج الموجودة على المشروع، وبان لك العلاقات بالشكل الموجودة عندك، وبان كلها ان هي باللون الاحمر. طبعا احنا ما كملناش طبعا البرنامج لسه، ولكن احنا نحط نحط هنا بقى بين اخونا العزيز ضياء، نحط الفلوت. طبعا انت لو عايز تضيف اي اعمده من الاعمده الموجوده ديت، تعمل رايت كليك وتروح على الكولمز وتضيف او ترجع زي ما انت عايز. انا ممكن هشيل البيز لاين ستارت، لكن نحطهم تاني هنا. هشيل السهم ده يرجع لك العمود تاني، اسهم شمال ويمين بترجع لحضرتك انت عايز تضيف ايه وتشيل ايه. وممكن تعمل هنا هو تتعلم على العمود دي وتعمل كنترول اف، وتقول مثلا عايز الفلوت مثلا اف ال او اي تي سيرش كده، بتعمل اكسل وتروح قال له والله انا عايز الفري فلوت او عاوز التوتال فلوت، عشان الاخوان اللي بيسالوا بنحطهم الاثنين. تمام، يبقى انت لو عايز تضيف اي عمود تعمل رايت كليك وتروح على الاعمده وتضيف او تشيل، واحنا هنشرحها برضو ان شاء الله واحنا شغالين، عشان ما تلخبطش الفانكشن اللي احنا هنحتاجها واحنا بنشرح هنضيفها، وبحيث ان انت دايما توصل على اخر الكورس او على اخر المحاضرات يكون انت حضرتك بتعرف تشتغل الكلام ده حتى اوتوماتيكلي، ما تحفظش اي حاجه. طيب لو انت بصيت كده على الانشطه الموجوده، طبعا بقت باللون الاحمر يعني انشطه حرجه، وهتبص هنا على الفري فلوت، تمام، هتلاقي الفري فلوت زيرو، جميل، وهتلاقي التوتال فلوت ايضا زيرو. ليه؟ قلنا الفري فلوت هي مده السماح بين النشاط السابق والنشاط التالي، يعني انت المده اللي ما بين التو اكتيفيتيز، لو النشاط ده اتاخر المده ديت يعني ما بيأثرش على النشاط التالي. لو انت عندك مثلا مده يومين ما بين ان مثلا تعمل حفر وانك تحط الاعمال مثلا الخشب، لو اتاخرت اليومين دول ما بيتاثرش على مده النشاط التالي، ولكن لو اتاخرت 3 ايام بيأخر لك النشاط اللي هو الاعمال الشاده، ولكن لا يؤثر على مده المشروع. اي تاخير في الفري فلوت لا يؤثر على مده المشروع. امال ايه التاخير اللي بيأثر على مده المشروع؟ اللي هو التوتال فلوت. التوتال فلوت، تمام، وقلنا التوتال فلوت بيشمل العلاقات اللي هو الفرق ما بين الستارت او ما بين الفينش، يعني الفرق ما بين الليت ستارت والليت فينش، او ما بين الفينش اللي هو الليت فينش او الايرلي فينش، فهو ما تحفظهاش. قلنا دايما يا اما الفرق ما بين الستارت ليت او ايرلي، او الفرق ما بين الفينش ليت او ايرلي، فانت داخل بي ام بي، او انت اخونا بيسال ازاي يحسب الكلام ده، الموضوع سهل ما تحفظوش. قلنا دايما تعرفوا ان الفرق ما بين الستارت اللي هو المبكر والمتاخر، والفرق ما بين الفينش المبكر او المتاخر ازاي بتحسبها مانيوال، هنشرحها ازاي البرنامج بيحسبها هنا، بيحسبها اوتوماتيكالي زي ما انت شايف. تمام، طيب خلينا اضيف ايضا مجموعه من الاعمده عشان اخونا الضياء. خلينا نحط هنا هو الكولمز ونروح على قائمه الديتس. تمام، انا محتاج احط الايرلي ستارت ومحتاج احط الليت ستارت، جميل، وهحط الليت فينش وهحط الايرلي فينش. فين الايرلي فينش؟ اهو هنحطهم. انا صغر العمود شويه زي ما قلت لك، ده زي الاكسل سهل جدا ان انت تتحرك وتتحكم فيه وتبقى خبير ولا حد زيك. تمام، ومحدش يقول لك البرنامج صعب او مجال اداره المشروعات صعب او كده، مش حاجه صعبه، مفيش حاجه صعبه على الانسان، ولقد كرمنا بني ادم من فاكر الايه، فيعني الانسان هو افضل مخلوق على وجه الارض، عنده عقل، احسن خلقه واحسن كما احسن الله اليك، فانت تكون ان شاء الله يعني نابغه. طيب لو بصيت على حضرتك على النشاط الاولاني اللي هو الستارت، مهندس اسلام اتفضل. يا مهندس اسلام، احنا ان شاء الله هنخلص اهوت عشان المحاضره اللي جايه، هنقفل ان شاء الله المحاضره، وبعد الفيديو ان شاء الله هتلاقي المحاضره موجوده، وهنحط ايضا. اتفضل مهندس اسلام، احنا كده خلصنا، يعني بقى لنا 5 دقائق احنا كده خلصنا المحاضره ديت. اتفضل، مشكورا اخي العزيز. بس هنبص بصه سريعه على الايرلي ستارت والليت ستارت والايرلي فينش والليت فينش. اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا.
هتلاقي طبعا الايرلي ستارت والايرلي فينش نفس التواريخ، عشان كده عندك الفلوت زيرو والليت فينش والايرلي فينش هتلاقي هما نفس التواريخ 28 جون 28 جون، فهم نفس التاريخ، عشان كده بان عندك التوتال فلوت زيرو وبان عندك النشاط ده نشاط حرج. وقلنا لك انت ازاي تحسب التوتال فلوت، الفرق ما بين الفينش سواء كان ليت او ايرلي، او ما بين الستارت اذا كان ليت او ايرلي. اتمنى ان شاء الله تكون المحاضره دي يعني عجبتكم وتكون سهله وبسيطه، تعرفنا فيها على ازاي تعمل برنامج زمني، ازاي تعمل ال دبليو بي اس، ازاي تعمل العلاقات ما بين الانشطه بثلاث طرق مختلفه، طبعا الكلام ده مش موجود في البي ام بي، وازاي ان انت تقدر تحدد تضيف اعمده تشيل اعمده، تقدر تشوف التواريخ المختلفه للنشاط، البدايات المبكره او المتاخره، تمام، وتعرف الفلوت الفري فلوت والتوتال فلوت. ان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل، اتمنى يكون حضراتكم استمتعتم. معاكم اخوكم علي الهنداوي من كاليفورنيا ان شاء الله بامريكا، بروجكت كنترول مانجرز، وعندنا القناه بتاعتنا ان شاء الله هنحط اللينك تاني موجود اسفل الفيديو، اللي عايز يتابع القناه عليها كورسات اليوديمي اللي حطيناها، احنا عاملينها ان شاء الله يعني كانت للطلبه هنا في امريكا، ولكن احنا عاملين كل حاجه للميدل ايست واخواننا مجانا باذن الله، فحطيناها كمان على القناه، ومحاضرات بالعربي واللغه الانجليزيه وحاجات متنوعه عن بي ام تي، هنحط اللينك دلوقتي ان شاء الله. ولو محتاجين اي شيء او اي سؤال او استفسار تحت امركم، لو في اي سؤال قبل ما امشي ما كانش خلينا ابعت لكم اللينك بتاع القناه لمن يريد ان شاء الله انه يراجع الفيديوهات او محتاج اي شيء، ان شاء الله احنا جاهزين باذن الواحد الاحد ان احنا نساعد وان احنا يعني تحت امركم. خلينا نشوف اقدر اضيف الكلام ده ولا لا. لا مش مديني فكره، هضيفها ان شاء الله هنا على القناه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مستنى الفيسبوك، تمام، هذا لينك، انا لينك القناه. بشكركم شكرا جزيلا، اتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمحاضره ديت ويكون لذيذه وسهله، واقول لك لا تيأس وقدم على وظائف وخش على لينكد ان وعدل السي في بتاعتك، انا بعت لكم كمان تمبلت، وربنا هيكرمك وتكون انسان ناجح، واي سؤال تحت امركم. شكرا جزيلا، جزاكم الله كل خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والسلام عليكم ورحمه الله.